مش فاضي، الفطار جاهز عندك ورا اهو. تخيل يا حنفي، تخيل، بشوفها في الاعلانات اكتر ما بشوفها في البيت. انا تعبت يا حنفي، تعبت. ثانية واحدة يا حنفي، ثانية واحدة. الو، ايوه يا فندم، ايوه يا فندم، انا الدكتور هادي عبد الهادي. ايوه يا فندم، دكتور القطط المعروف. ايوه يا فندم، صاحب عيادة بوسيكات. لا لا، هذا النهارده اجازه يا فندم، واخدين شهر كمان. بتهوهولي، ربنا يسامحك. يا حنفي انا تعبت. الله، يلا بقى شوط بقى يا عم ميسي بقى. تصور يا حنفي، تصور، بشوفها في الاعلانات اكتر ما بشوفها في البيت. كل شويه تطلع لي في اعلان جيلاتي واعلان كازوسه، وما دي حتى المبيدات الحشريه ما سابتهاش. ومش مهم البيت، مش مهم جوزها. والمصيبه انها فرحانه بذمتها، دي مش حاجه تأثر العمر. انت ساكت كده ليه يا زفت؟ لا 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 يا جماعه، ايه اللي بيحصل ده؟ لا ده الحكم عايز يسيب الماتش ويمشي. ايه ده؟ واللعيبه عمالين يتحايلوا عليه. لا 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 لا، الحكم راجع عشان يتصور صوره سيلفي مع ميسي. يا تران يا حنفي، يا زفت يا حنفي، يا نيله يا حنفي. ما ترد يا نيله، ناقص شتيمه يا هباب يا حنفي. لا انا لازم بقى اتصرف معاكم في الالفاظ البطاله دي. رجله اصابه ملاعب. الله يرحمك، الله يرحمك، هو اللي موصيني عليك وقايل لي ايه.